نقول لحضراتكم قائمه الفرقه ان شاء الله باذن الله الماتش الاسماعيلي بكره. القائمه في حراسه المرمى فيها شناوي ومعاه علي لطفي ومصطفى شوبير، في الدفاع معاهم احمد رمضان بيكهام ومحمد هاني ورامي ربيعه، ياسر ابراهيم، بدر بنون، وسعد سمير. خط الوسط هينضم ولاول مره عوده بعد غياب الف حمد لله على السلامه ناصر ماهر مع اكرم توفيق، اليو ديانج، السوليه، محمد مجدي قفشه، حسين الشحات والجونيور اجاييه واحمد نبيل كوكا. وفي الهجوم هيكون والتر بواليا، مروان محسن، محمد شريف، ويعود ايضا كمان صلاح محسن.